طبعا انا جاي اتضامن مع اخوتنا الاسرى في هذا اليوم على اساس انه نؤدي رساله يعني. وفي يعني في شغله مهمه جدا انه في عندنا يعني ملف مهم جدا يجب انه نهتم فيه. في عندنا اسرى يعني في حالاتهم صعبة جدا ومرضى، وفي عنا يعني في بالذات في سجن الرملة، وإحنا كمان من كل السجن يعني، أو إنه يعني كمستشفى هم بيعتبروه، ولكن يعني إنه هو يعني مقبرة حقيقية، وهذا يحتاج إنه جهود إنه نهتم في أسرانا المرضى ونفرج عنهم بكافة الوسائل، لأنه هم يعني لهم حق علينا بشكل كبير. وفي يعني مرضى عنا إحنا حالات تقريبا 1500 حالة من في الحركة الأسيري، وهذا ملف يعني مزعج ومتعب ومضني ويحتاج إلى رعاية يعني مضنية، ويعني يجب أن يكون في إشراف كامل من حقوق الإنسان، من السلطة، من المجتمع المدني، من الهيئات الدولية، ويجب أن يعني نوجه يعني كل جهودنا لهذا الملف، لأنه يعني ملف يعني يستحق الاهتمام. أول شيء بهني كل الأسرى المحررين اللي طلعوا في هاي في الصفقة الثانية، وكنا نتمنى إنها الصفقة تكون أفضل من هيك طبعا، لأن في ناس قاعدين محكوميتهم، في ناس بايلهم أيام، بس هذا اللي طلع معاهم، وشكرا للجميع. بعدين بنوع على بالنسبة للسلطة إنه هذول الشباب الصغار اللي طلعوا بالذات، ما بحكي عن حدا معين، أنا عن الجميع، هذول يجب استيعابهم في أجهزة السلطة أو في المؤسسات المدنية لما يبقى 18 ل 20 ل 23 هذول السن المطلوب. بعدين مين آمن منهم على قضيتهم على بلدهم على وطنهم؟ آمن من هدول؟ مين أحق منهم أول شيء؟ بعدين في شغل أصلا محررون في وراك أنطوهم إياه وقعوها في إيش رفض وإيش ما وقع، إنه من محافظة لمحافظة بدك تطلع لازم تكون بإذن، أو بيرجعوا بكملوا لك باقي محكميتك بالسجن، يعني ترجع بتكمل في هاي الشغلة بأرض السلطة، بدها تكون يعني في تنسيق في تأمين له الشغلات هاي. هو طلع بس الأسير بده يضل في محافظته، يعني مقيدين في شغلات كثيرة، وإحنا من هن الجميع إن شاء الله بنتمنى زي هذا اليوم نوقف وما يظل أي أسير أمني في عند الاحتلال، وبزوال الاحتلال وإنهاء ملف الاعتقال. الدفعة الثانية من الأسرى المحررين أنا أعتبرها أنه هو طي لملف ألم لخمسمائة عائلة فلسطينية قبل أن تطوي ألم الأسرى الذين تحرروا. هي تضاف إلى الإنجاز، مع كان أملنا أن يكون أعمق وأعظم بتحرير النوعية القديمة من الأسرى اللي ما زال ملفهم يدمي قلوبنا ويدمي قلوب أبناء شعبنا، لكن ما الأمال تبقى حية بجهود شعبنا وقياداتنا وكل حر فلسطيني بأنه هذا الملف يجب أن يطوى نهائيا، وبالتالي سيستمر النضال من أجل تحقيق ذلك. ونحن الآن نعتصم ونواصل اعتصامنا، وبدأت اعتصامات أيضا في محافظة رام الله للأسبوع الثاني، نأمل أن تتكرر في كل محافظات الوطن بحيث يكون قضية الأسرى حية يوميا وعلى مدار الساعة، من أجل أن ننجز تحقيق هذا الملف، ملف حرية كل أسير فلسطين. طبعا احنا ما مش كما يجب كانت الصفقة وكما كنا نتوقع، طبعا لا شملت مرضى، لا شملت أطفال، بقي عنا بنات موجودات في السجن، رغم احنا توقعنا أنه كان ملف السجينات الأخوات أنه ينتهي نهائيا. وابننا محمد طبعا هو كان متوقع انه مش حيكون في الصفقة هذه، رغم فيه طلع اسمه على مسمى محمد الخطيب، وكل الناس بلشت تهني فينا وتليفونات وعايشي هيك، لكن للأسف ما طلع اسمه. بس احنا املنا بالله كبير وبقيادتنا الحكيمة انه رايحين يروحوا وملف الأسرى ينتهي على طول، وشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.